بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر وتنشكر الناس اللي تتابعوا هذه القناة وتحبوا هذه القناة وتغيروا على هذه القناة من داخل الوطن وخارج الوطن. تنشكر الناس اللي تحبوني من قلبهم وتنشكرهم بزاف. بالعكس انا ما غاديش نوقف هذه القناه، هذه القناه واقفه بكم، انا بكم، داركم وقناه قناتكم بكم نتوما باش غنزيد لقدام. حاولوا تدعموا هذه القناه شفيه المغربيه، حاولوا تدعموها بقوه وانتوما معايا. ما عنديش مناش نغرف، الحمد لله، الحمد لله والشكر لله على كل حال. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه للقبول في الكلام، الناس اللي ما عندهمش قبول في الكلام والناس اللي عندهم الناس هذه الوصفه الصالحه للقبول في الكلام. الناس اللي عندهم شك في تيقول الكلمه وتيحسوا بروسهم انهم تيشكوا في نفوسهم، انهم ما واثقينش في نفوسهم، ما عندهمش ثقه في النفس. الناس اللي عندهم وسواس القهري تيديروا الحاجه ويقول ما درتهاش الحاجه، عاوتاني تيشريها وتيقول انا مع تيشريها وتيقول انا ما عجبتنيش. ان شاء الله هذه الوصفه الصالحه ان شاء الله للناس اللي ما عندهمش حلاوه اللسان، الناس اللي كلامهم مرفوض لا في العمل ولا في الشركه ولا في مع الناس، ولا تكون خياطة ما عندهاش إقبال مع الناس، كوافورة في الحلاقة ما عندهاش إقبال مع الناس، بنت ما عندهاش كلام حلو مع صحباتها، المرأة مع رجلها ما عندهاش كلام زوين مع رجلها. هاد العسل غادي نشدو تقريبا رابعة العسل الحر إن شاء الله. غادي نقراها في الليلة، ليلة الخميس إن شاء الله. ليلة الخميس هي يوم الأربعاء في الليل، هي ليلة الخميس، ونشدها ونقرأ نصلي ركعتين وهو قدامي إن شاء الله بحول الله تعالى. نقرأ عليه سورة ياسين كاملة حتى نوصل لسلام قول من رب الرحيم. نقولها 303 ان شاء الله. غادي ناخد التسبيح ديالي ونبقى نقول المهم نبدا سورة ياسين، من نقرا سورة ياسين تل سلام قول من رب الرحيم، نقولها 303 سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم، سلام قول من رب الرحيم. تنكلم وهي بإثبات، خاصك تيقني بالعدد أنك وصلتي الصيغة كاملة بالعدد 303. من تكملي سلام قول من رب رحيم 303، انك تقولي اللي في خاطرك يا ربي تزين لي صورتي، يا ربي تزين لي حلاوه اللسان مع الناس، يا ربي نكون مقبوله مع الزوج ديالي، يا ربي نكون مقبوله مع الاخ ديالي، يا ربي نكون مقبوله في العمل، يا ربي نكون غدا العمل ديالي يا ربي نكون محبوبة مع الناس وتكون عندي حلاوة اللسان. نكمل إن شاء الله بحول الله تعالى، نكمل سورة ياسين ونقرأ إن شاء الله بحول الله وقوته. نقرأ على هاد سميتو، نقرأ عليه الفاتحة الكتاب، أن نقرأ عليه الفاتحة الكتاب، نقرأ عليه 11 مرة ونصلي على رسول الله 11 مرة، نكمل الآية نقول 11 مرة الفاتحة
كتاب، ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقول الدعاء ديالي: اللهم سخر لي أموري في كلامي، اللهم سخر لي الناس لطاعتي. مهم تقولي أي صيغة بغيتي انتي قبل بالدعاء، بعد ما تكوني صليتي ركعتين في ثلث الليل وأنتي واثقة من هذا سورة ياسين، أن من أعظم السور هي سورة ياسين. وكلام الله سلام قول من رب رحيم، هي صيغة، هي آية من آيات الله الرحيم الكريم الجواد، أنها فاعلة إلى أبعد حدود إن شاء الله. المهم تنتمنى أنكم تديروا هذه الصيغة، وانتم عندكم يقين تام بأن إن شاء الله بحول الله تعالى تكون عندكم قبول لا يوصف إن شاء الله. ولكن تاخذوا أنتم في رمضان إلى درتوا هذه الصيغة، ناخذ قبل الفطور عاشق، الناس اللي عندهم السكر ما ياخذوش ولا يكون حلو، وما يديروش هاد الصيغة لأن حلو عليهم العسل. المهم ياخذوا عاشق قبل مع الفطور، وعاشق بعد السحور. من بعد رمضان يبقى ياخذوا عاشق الصباح وعاشق في العشية، من يكون غادي للعمل ياخذ عاشق، ياخذها مع حليب او ياخذها بوحدها، وياخذها وفي الليل من يبغي ينعس ياخذ عاشق. سبحان الله غتشفيه من جميع الامراض، من الحاله النفسيه، وغادي تطوع عليه في لسانه بانه يكون كلام طيب وكلام موزون ان شاء الله، على قول الله اكبر. ان شاء الله غادي نحط لكم صيغه اخرى للشفاء بسلام قول من سورة ياسين، هنحطها إن شاء الله مرة أخرى. إن شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة، ودعموا هذه القناة وفعلوا الجرس وتأبونوا عندي إن شاء الله بحول الله بكم توما، باش غادي نزيد القدام ونزيد القدام إن شاء الله. وتاني مرة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة وتيسهروا عليها وتيخافوا عليها، تشكرهم بزاف، والسلام.